بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه والاه إلى يوم الدين. موضوعنا اليوم هو رضوان الله تعالى، ومن منا لا يسعى إلى أن يرضى الله عنه، لأنه إذا رضي عنك في الدنيا رزقك الرضا في كل أحوالك، وهداك وسدد خطاك، ورزقك الطمأنينة والسكينة والرشاد. والأمر المهم الذي قد نغفل عنه هو أن رضا الله متعلق برضانا نحن عن الله، لأنه من كان راض عن ربه فهو راض بما قسمه له، راض بما قدره عليه، راض برزقه، متيقن أن ما أصابه ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه. لأن مناط الرضا بصفة عامة هو متعلق بأمرين مهمين: الأول الإيمان الصادق، والثاني هو العمل الصالح. لأنه لن يكون الرضا إلا إذا كان الإيمان الصادق الذي ينبثق عنه العمل الصالح. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقد يتساءل العبد أحيانا عما إذا كان الله راض عنه، وهناك بعض العلامات التي قد يستدل بها عن الرضا، من بينها أن الله يوفق العبد ويعينه على الطاعات ويهيئ له أسبابها، وبالمقابل يصبره في الشدائد والمصائب وينزل عليه الطمأنينة والسكينة. قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كما قد يحبب الله إليه مناجاته والتقرب إليه بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، وقد يوفقه كذلك إلى طلب العلم الدال عليه سبحانه، وييسر له مجالسة الصالحين، وقد يقيه أن يقع في المعصية كذلك. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإنه من أعظم نعيم أهل الجنة أن يرضى الله عنهم. وقد جاء في رواية البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فاللهم اجعلنا من الذين رضوا بكل الأحوال، واجعلنا من الذين رضيت عنهم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، آمين. والحمد لله رب العالمين.